مصر بتخدم اهالي منطقه بكوس والمناطق اللي حواليها. احنا عندنا اول قاعه هنا قاعه المكتبه، فيها المجموعه الكامله لخطب جمال عبد الناصر. عندنا كتب عن تاريخ مصر الحديث، عندنا كتب عن تاريخ مصر القديمه، عندنا كتب عن ثوره يناير 25 يناير، وكتب عن ثوره 30 يونيو. كتب هنا عن حرب اكتوبر تاريخ مصر الحديث. ده اتمنى عشان اتخصص طفل.